موضوع نادي الزمالك، الموضوع اللي عامل ضجة وترند في البلد خلال الأيام اللي فاتت مع ظهور السيد حسين لبيب المكلف بإدارة أو برئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك في أحد اللقاءات التلفزيونية، وطلب التبرع. قال حسين لبيب على غرار يعني، أو زي ما قال كده الجنرال عبد الفتاح السيسي في بداية حكمه، لو كل مواطن اتبرع بجنيه أو صبح على مصر بجنيه هنجيب 100 مليون جنيه في الشهر زي ما قال السيسي. طلع حسين لبيب واستعار جملة عبد الفتاح السيسي وقال لو عندنا 100 مليون مواطن بيشجعوا نادي الزمالك وكل واحد فيهم دفع 100 جنيه هنلم مبلغ كبير جدا ندفع منه مرتبات اللعيبة وندفع منه ديون نادي الزمالك. الموضوع عمل ضجة ما بين متفق وما بين مختلف. البعض قال هل يعقل ان الشعب الفقير يدفع من جيبه 100 جنيه والمواطن والارزاقي والموظف يدفع ويتبرع ب 100 جنيه علشان بعد كده ندفع مرتبات لعيبة بتتقاضى مليارات وملايين في السنة مقابل انهم يلعبوا كرة. البعض ايضا من كبار مشجعي نادي الزمالك وبعض النجوم السابقين ومشاهير المجتمع شاركوا في حملة جمع تبرعات لنادي الزمالك. عايز اقف بقى النهاردة مع فتوى طلعت من الشيخ او الدكتور احمد كريمة استاذ الفقه المقارن والشريعة الاسلامية بجامعة الازهر، واللي قال صباح اليوم انه لا يجوز التبرع لنادي الزمالك كأحد أنواع الزكاة. قال كمان في مداخلة مع قناة الحدث أن الزكاة لها أبوابها الشرعية التي نتفق فيها على الفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله. وقال كمان اللي عايز يتبرع يتبرع، لكن هذه ليست ضمن أموال الزكاة ولا تحسب في ميزان حسنات الأرض، خصوصا وأن الزمالك ليس منصوصا عليه في الآية الكريمة الخاصة بأوجه إنفاق الزكاة. يقول الدكتور أحمد كريمة. أيضا من الناس اللي اتكلمت وانتقدت موضوع الزكاة الدكتور جمال شعبان. جمال شعبان رئيس معهد القلب السابق واللي كتب أيضا صباح اليوم وقال خليك لبيب يا لبيب، بيكلم حسين لبيب، وقال الأولى بالتبرع المستشفيات والفقراء والأيتام والناس اللي مش لاقية، لكن نادي الزمالك ونجوم نادي الزمالك اللي بيتقاضوا ملايين ومليارات في السنة مش محتاجين تبرعات من حد. ولو الزمالك عنده أزمة مالية المفروض النجوم اللي بياخدوا ملايين في السنة دولت يقفوا مع النادي بتاعهم، ما يستنوش تبرعات من حد، ما يستنوش المواطن الغلبان أو المشجع الغلبان اللي مستني نتيجة أو مستني النادي بتاعه يعمل سكور أنه يتبرع بمية أو بعشرة أو بألف جنيه من فلوسه الخاصة. رغم كده النهاردة بيتم تداول بعض من كوبونات التبرع أو وصولات التبرع، واحد متبرع بنص مليون جنيه والناس بتتبرع بألافات وبتتبرع بجنيهات وميات. لو عندك وتقدر اتبرع، محدش بيقولك ما تتبرعش، لكن لابد يكون عندنا حصافة. الأولى بالتبرع لو عندك زيادة وعندك فائض في أموالك. عندنا فقراء، عندنا غارمين مرميين في السجون بسبب إن عليهم ديون 1000 و10000 جنيه. عندنا شباب بيناموا في الشارع وبنات بيباتوا في الشارع مش لاقين مأوى. عندنا دور أيتام مش لاقية تصرف. عندنا أسر فقيرة. عندنا بنات وولاد عايزين يتجوزوا. عندنا مساجد كمان عايزة تبرعات.